السلام عليكم الزلف اللون، مرحبا بكم ناس جياس كاتوجور مع جديد واخبار شبيبه القبائل. راح تجدون في هذا الفيديو توقيت وموعد مباراه القادمه بين الوداد المغربي وشبيبه القبائل، ايضا موبيليس كافئ لاعبيها بهذه المنحه دوك نذكرها كم. ورسميا الاداره تراسل الكاف لتاهيل ثنائي اسماعيل زيج وايت عثمان قبل مباراه الوداد. ايضا المباراتين القادمتين موعدهما في الشامبيون. لايك الفيديو، ابوني في القناة واتركوا لنا تعليق. بلا ما نطول عليكم، اخبار متنوعة وخفيفة. رسميا الادارة تراسل الكاف لتأهيل ثنائي اسماعيل زيج وايت عثمان قبل مباراة الوداد، لانه قال لك في جريدة كومبيتيسيون صباحا لما اظن انه ربما الكاف رفضت وكذا. الادارة رسلت الى الكاف وان شاء الله التأهيل قبل مباراة الوداد البيضاوي ان شاء الله. نوليو الخبر الثاني، موبيليس تكافئ لاعبي شبيبة القبائل بمنحة 40 مليون سنتيم وراتب شهرين، والحمد لله هذه تحفيزية، إن شاء الله القادم أفضل، إن شاء الله هذه حاجة مليحة. باه ما يقول لك حتى جوار والله يفكر لك في السوارد وجا رمضان ومناوي، واحد يقول لك بابا وليدات، واحد كل واحد وظروفه، المهم تحفيزات راهي مليحة للاعبي شبيبة القبائل ومليحة لشبيبة القبائل. وإن شاء الله خير. اللقاء القادم ضد الوداد المغربي مبرمج يوم السبت 1 أفريل بداية من الساعة 11 ليلا بملعب محمد خامس بتوقيت المغرب، وإن شاء الله ولما لا الفوز بالمباراة أو التعادل حتى نتأهل في المرتبة الأولى، حاجة مليحة لشبيبة القبائل. المهم نوليو الجولة 21 من الرابطة الأولى محترفة الأولى، شبيبة القبائل هلال شلغ من العيد 8 أفريل أي بعد المباراة هذه تاع الوداد المغربي. والجولة 22 من الرابطة المحترفة الأولى نادي بارادو شبيبة القبائل، هادو كامل راح يكونوا إن شاء الله في سهرة رمضانية إن شاء الله مربوحة إن شاء الله. حاجة برك تقول له فيها بعض الصفحة وشو جابت حاجة منيحة، أنه شتينا المدرب حمدي او الاداره تبرمج مباراه وديه لفريق شبيبه القبائل حتى ترى وتعطي الفرصه لهذ اللاعبين الاربعه، وايضا تناسق وكذا امور حاجه ايجابيه لشبيبه القبائل. نتمنى انهم يبرمجوا مباراه وديه لانه المباراه تاع الوداد المغربي مازال شويه بعيده. نتمنى التوفيق لشبيبه القبائل. ديروا لنا لايك الفيديو، ابوني في القناه واتركوا لنا تعليق. سلام خوتي.